اهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم قلبي على قلبك وحكي لي سرك. الضيف ديال حلقه اليوم هو واحد السيد اللي صراحه اتصل بزاف ديال المرات بالبرنامج ديالنا وبغى انه يخوي قلبه علينا ويحكي لنا المشكل ديالو. لحد الان احنا مازال ما عارفينش شنو المشكل ديالو، غادي نتعرفوا عليه كاملين. نجريو الاتصال دابا معاه. الو الو الو، السلام عليكم. الو السلام عليكم. سلام سيدي، لاباس؟ وي اختي لاباس عليك، بخير الحمد لله. انت لاباس عليك؟ الله يحفظك. صحيحه لاباس؟ شكون معايا؟ معك برنامج قلبي على قلبك. شنو هو؟ معك برنامج قلبي على قلبك اللي تواصل شي معنا باش تسمع. واش هذاك البنت اللي حكيتي اللي بغا قصته في فيسبوك؟ اياه سيدي. لاباس عليك بخير، عطينا واحد دقيقه. الله يرحم لك الوالدين. واخا مرحبا سيدي، مرحبا. ياك ما اتصلنا في شي وقت اللي ماشي تلهي. لا لا لا، نسد الباب. الله يرحم لك الوالدين. واخا سيدي. واخا شي مرحبا. الله مرحبا. طبعا بعدا تنحي لي مع التخربق، ما عرفتش من عطيت النمره، داكشي علاش. لا مرحبا سيدي، مرحبا. الغلط ديالنا حنا كان على فريق العمل انه يتواصل معك قبل باش يحدد معك الموعد، يمكن ما تواصلوش معك لكثره الرسائل والاتصالات، داكشي على سمح لينا. مرحبا اختي. واخا ممكن تحكي لنا سيدي شنو المشكل ديالك، علاش اختاريتي تدوز معنا في البرنامج؟ اختي واش دابا تندوزو اون ديريكت ولا شنو؟ هادشي مسجل ما تخافش. واخا اختي، المهم انا كيرم ديال القصه ديالي، انا القصه ديالي شويه غريبه وما عرفتش كيفاش غنبداها لك. وحق الله يعني غنديروها في يد الله وصافي، غنحكيو مولا ربي. مرحبا سيدي، مرحبا. بالك واحد المثال تتبقى عامر عامر، خفك على من تخوي. مرحبا سيدي، هذا هو الهدف ديال البرنامج ديالنا، خوي علينا قلبك، حكي لنا المشكل ديالك ولا القصه ديالك. هيا هيا، بيني وبينك ما غنعطيك لا سميه لا كنيه لا حتى شي حاجه، حيت ما نبقى في هذاك الشيء في الحفظ وصافي. لك كامل الحريه سيدي، لك كامل الحريه. الله يطول لي في عمر. اختي انا اش غنقول لك، انا واحد الانسان عندي 27 سنه. مرحبا. تنسكن في الدار البيضاء في اقليم الرحمه. مرحبا. او لا شخصي نعاود نعيط لك، الله يحفظك. واخا واخا، انا نعاود نتصل بك. صافي صافي، انا نستلب. الله يرحم، عندي واحد المشكل داكشي علاش. الا كنا مبرصين كل شيء حاجه ماشي مشكل. لا لا صافي، انا شديت نتصل بك مره اخرى. لا في اطار الموضوع، يعني انا شديت بابا في اطار الموضوع باش ما يتري صداع على حتى شي حاجه. مرحبا مرحبا خويا. داكشي علاش. المهم انا ولد والدار بدار، تنسكن في الرحمه، عندي 27 سنه. فاختي انا يا واحد الانسان اللي داخل سوق راسي، تعرفت على واحد بنت الناس. في الاول كانت تبان لي ملك، كانت تبان لي واحد الانسان اللي غنبني معاه حياتي صافي. ومن بدات العلاقه مزيانه في الاول، كنخرجوا كنضحكوا زعما، يعني كنا عايشين حياة ديالنا يعني زوينة. إيه. في شوية بديت نحس براسي ماشي سهل تما، يعني وليت واش نتوما دابا مزوجين؟ لا دابا انا مازال حنا معاه دابا، داكشي علاش ديت الباب. مزوجين؟ مزوج دابا، هي راه كاينه في الصالون، داكشي علاش ديت انا كيف كوزين، داكشي علاش ديت الباب. وشحال دابا نتوما باش مزوجين؟ دابا مدة واحد 3 سنين. وشحال باش كنتو كتعرفوا؟ بدات عام بحال هكا، كنا تنخرجوا كنضحكوا، يعني بانت لي واحد السيده هي بنت الناس صافي. تزوج فيها دازت واحد عام بحال هكا، بديت نحس براسي ماشي حتى تما، يعني واحد الانسان اللي بدا يتبدل، الانسان اللي بدا تتبدل لي الامور ديالو. من اين جهه؟ ما فهمتش. ما تخربقت اختي باش ما نكذبش عليك، وليت نشك راسي واش 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 ماشي حتى تما. واحد النهار وانا بارك بحال هكا، بارك مع العائله ديالي وانا بارك، تنتجيت بدات تقمع فيا، قالت لي نوض فينك سير اختي لما ندير كدا. بديت نحس براسي تما ماشي حتى تما. جاو عندي والديا قالوا لي اش هادشي، واش انت حنا مزوجينك بمراه، واش مزوجينك باش تخدم عليها.
دابا اقسم بالله، لا اقسم وحق لا اله الا الله، لا في كوزينه يلا خسرت الماء يعني. كون ديري ابي الفيديو وتشوفي قسما ولكن بالله. ماشي مشكل إذا كان واحد التعاون بيناتكم، تغسل اختي المرأة انت اختي المواعن، راكي اكيد تتكلم، ماشي بديك الطريقة نهائيا اللي هي قالت لك، اختي ماشي اختي بديك الطريقة. قسما بالله العلي العظيم، قسما بالله العلي العظيم، انت تنكون عندها قتلة لحظة. دابا تخيلي معايا، كون تجي تدخل دابا وما تلقاش الماعن مغسولين، اقسم بالله ما يجوز لي النار مزطط. نو الى ما الى جات دخلت وما لقاتش الماعن مغسولين، اقسم بالله ما يدخل لي النهار مزطط. يعني كتعرض للعنف. والله اختي اقسم بالله، ديك النهار غادي في الشانطي انا وياها، وقالت لي ادخل الباتيسري، قلت لها زعما سيري انت الباتيسري، انا غادي نشد الدري ولدي. انتوما والدين؟ انا والد واحد، والد وليد، ولكن لا هذاك وليد على ما والدوش اختي. علاش؟ تنحس ماشي باب، بحال تنحس انا اللي تنغسل الماء، نطلع نصب شوف نخرج حتى ودي انت، غير باش نقول لك واحد الحاجه، انكم تعاونوا على اشغال البيت هذا هاتي ماشي هاتي مشكل، هاتي ولكن هاتي الطريقه ديالها مشكل. انا ما نقولش لك الطريقه ديالها ماشي مشكل، هاتي وباش تعرض للعنف هذا مشكل كبير. واش وصلنا لواحد الوقت للراجل يولي يتصوت من عند مرته؟ لا لا لا، واقسم بالله تسنى كل العصر. انا ما عنديش شنو مشكل، انت انا كنت نوصل تاكل لي العصا وساكت ما فهمتش؟ ما عرفتش، انا راه قلت لك من نهار بديت نتغير، ما بقيتش ما عارف باش نهضر يعني، فاش نبغي نهضر معاه ونغوت ما تنشوفش راسي انني قادر انني نضربها. واش نتصور واش دايره لي شي حاجه؟ الله اعلم، انا وكلت امر الله سبحانه وتعالى. وكيفاش كيفاش شرح لي كيفاش هاد العصا اللي كتاكل؟ وانا واش نكمل عصا لك، نيت ولا غير؟ انا نكمل لك اختي، الله يحفظك ما تقاطعينيش، واخا انا اسمح لي. نكمل لك. هذاك النار دخل، قلت لها قلت ما قدام الناس باتيسري، قلت لها ما تدخلي وخلي لي الدري انا في الكروسه انا يبقى عندي. قالت لي لا قدام الناس بدات تغوت، صافي من بديت تنتغوت معاها في الزنقه، جيت اقسم بالله اقسم بالله رجعت من باتيسري تمرمقاتها معايا قدام الناس، وحضرت راسي ما بغيتش ندير شي حاجه، ولكن انا ما قادرش انني نهضر يعني، ضربني ما قادرش نهضر يعني، في واحد الروح ما قادرش نشوف فيها انها تهضر يعني. خديتي التمرميقه قدام الناس وحضرتي راسك وزدتي؟ وراه نقدر نجاوبها نضربها، ولكن راه يدي بحال تيرقدوا عليا ما قادرش نشوف فيها. واش توكل واش سحور اختي، وكلت امر الله سبحانه وتعالى. انا تقهرت، كاين بزاف الرجال بحال هكاك والله اختي اقسم بالله، كاين بزاف ونصحوني قالوا سيروا عند واحد الجمعيه تدير هادشي في الرباط ديال حقوق الرجال وكذا، هذا يعني ما بغيتش نمشي كرامتي. انا والدي دابا ما بقيتش نشوفهم على قبل هادشي، انني ما غنمشي نقول لهم راه ضرباتني مرتي. دابا لوجيكمون انت راجلك تصيفطي عند 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 مو يقول لها راه ضرباتني مرتي؟ لا سمح لي، اكيد لا اكيد لا. غير ما جاوبتينيش عاوتاني، شنو نوع السلخه اللي كتاكل؟ كيف ما قلتي كتسلخني، قلتي لي مرمقتني، واش غير كتمرمقك بهذا المصطلح اللي انت قلتي، ولا كتاكل سلخه سلخه نيت؟ اختي الترقيقه برا، انا في الدار اقسم بلا اله الا الله، الو اقسم بالله العلي العظيم اختي تسمعني؟ الو كنسمعك. لا دابا كنسمعك. عندك النار قسما بالله العظيم، طلعت من شير قاضي الدار قاضي كل شيء، ماشي شغل انه الراجل يعاون مرته، ما ماشي عيب، ماشي عيب اكيد. وتخيلي اقسم بالله غوتات عليا الفوق مع الجيران في السطح، نزلت اقسم بالله تهزات كامل. يلاه وليت نقول لها وحشومة عليك الدري، عاتي ولات بحال هذاك الولد اللي تاكل العصا من عند والديه وتبقى يقول وانا راه فيا راه شي حوايج من تنفكر فيهم في الليل، راه نقول غنوض الصباح نضربها، ولكن من تنتقابل معاها صافي بحال تندوب اختي. كدوب من الحب ولا كدوب من شي حاجه اخرى؟ اختي تندوب من اقسم بالله العلي العظيم، قسما بلا اله الا الله، تقهرت اختي تقهرت. لا ما تبكيش ما تبكيش يا سيدي، دابا حنا ما تبكي باش نعاود لك، تكرت اختي قسما بالله العلي العظيم تكرت صراحة. عمرني في البرنامج ما دازت عندي شي حالة بحال ما هكا. كاين الناس مخبيين قسما بالله العلي العظيم، غير بشوية بشوية لا تسمعك داكشي. علاش انا ما بغيتش نغوت، انا باش ما تسمعنيش نسال وانت مجاي وكي ما عملت تسال عاوتاني، واش انت ما تفسر لي انا تنطلب من الله سبحانه وتعالى القاضي الاول والاخير. ما حاولتيش انك تجلس انت وياها؟ انتي ما تشوفي الراجل تيبكي، عارفي الهموم وصلت لجبل.
سيدي ما حاولتيش انك تجلس انت وياها تعرفوا شنو المشكل، تحلوا المشكل، علاش كتعنف؟ حيت اللي كيعنف راه ضروري يكون انا يعني نقول لك حتى انا نقول لك واحد الحاج، الا كانت دايره لي سحور انا بغيت تربي عمري يشوف فيها، انا عمري نسمح لها بالدنيا والاخر، انا بغيت هاد ولدي ما يشفعش ليها. دابا انت عندك بزاف ديال المشاكل، مشكل ديال السحور، مشكل ديال ما عرفتش انا، ما شوفي ما العنف، مشكل ديال اشغال البيت، يعني وشنو دابا على العائله تما كيقولوا والو فهادشي؟ سمحوا لينا تقطع الخط، حنا نحاولوا اننا نعاودوا الاتصال بهذا السيد ونشوفوا شنو على الله ما يكون، كنتمنوا انه ما يكون حتى شي مشكل. للأسف ما كيجاوبش، غدا نحاول انني نعاود الاتصال مرة اخرى كيف ما قلت، كنتمنوا انه ما يكون حتى شي مشكل. كينقطع الاتصال صراحة اول مرة في البرنامج، كيف ما كتشوفوا متابعينا الكرام كدوز هاد الحالة عندنا. كيف ما بزاف كيعرفوا انه ممكن المرأة تتعرض للعنف، الحمد لله دابا ولاو جمعيات، ولاو ناس اللي قارين، ناس اللي متقفين، ما بقاش كاع هادشي، ما بقيناش كنشوفوه كاع بزاف، يعني ولات واحد النسبة اللي ضئيلة. ولكن في نفس الوقت راه فعلا كاين رجال اللي كيتعرضوا للعنف، منهم هاد السيد دابا اللي اتصل بينا واللي حكى المشكل ديالو. ونعاود نقول مرة أخرى كنتمنى أنه ما يكون وقع حتى شي مشكل. وبهذا مشاهدينا الكرام كنكون وصلنا للنهاية ديال الحلقة ديال اليوم، شكرا على التتبع ديالكم وإلى اللقاء. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تي في وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزيارة موقعنا www.masinktv.ma.